مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، ونحن نحن نتواجد مع بعض أفراد الجالية المقيمة في إسبانيا الذين ظلوا عالقين هنا في طنجة منذ إغلاق الحدود بين إسبانيا والدول الأوروبية بسبب جائحة كورونا. هاد الأسرة خصها تلتحق بالأطفال ديالها، وكان خصو يلتحق بالأم ديالو. هناك ما يزيد عن 200 شخص اللي بقاو عالقين هنا في طنجة، كيستنجدوا بالوزارة الوصية وزارة بوريطا من أجل إيجاد حل باش يرجعون عند وليداتهم في إسبانيا، خصوصا وأن اليوم الاثنين استأنف العمل بجميع الإدارات والشركات في إسبانيا. إذا باقي التفاصيل غادي نعرفوها على لسان أفراد الجالية اللي كينوبوا على الباقي العالقين. تفضل. السلام عليكم، انا جاليه مغربيه مقيمه في اسبانيا، بالضبط في مدريد. جيت لهنا نهار 12 في مارس في الطياره على اساس باش نرجع نهار 15. جيت نشوف عندي الوالده هنايا مريضه. نهار الخميس بالضبط 4 سوايع فاش وصلت مور، فاش وصلت لهنا لطنجه علموا بانهم غادي يسدوا الحدود بلا اعلان بلا حتى شي حاجه. المهم معليناش، بقينا هنايا واحلين. دابا حنايا شهر، انا خليت الخدمه ديالي، بنتي عندها 8 سنين مع باها، ما لقيناش كيفاش نرجعوا. حنايا بينا بزاف ديال الناس، اكثر من 200 شخص. الناس مراضين، كاينه حملات، كاينه الناس خصهم الدواء ديالهم، الناس خلاو وليداتهم جاو على اساس شي شغل، اللي ماتلو باه، اللي ماتلو اختو، اللي المهم. ودابا كنطلبوا من الوزاره المعنيه تشوف من حالنا وتعملنا حل في اقرب وقت. الله يجازيكم بخير. دابا اليوم الاثنين تفتحات الخدمه عندنا، وخصنا نرجعوا، سينو غادي نخليو، غادي ما تبقاش عندنا الخدمه. الاولاد ديالنا مساكن بوحدهم في هذه الازمه، والله يجازيكم بخير. بغينا نرجعوا في حالنا، بغينا يعملوا لنا الحل. يعني حتى العمل اذا ما التحقت شي تقدر تجبر راسك موقف على العمل. انا العمل اليوم جاني واحد الايميل، خاصني ضروري في اقرب وقت نرجع للخدمه ديالي. انا عطوني في هذا الشهر كامل غير الفاكونس ديالي، حيت ما لقيتش كيفاش ندير نرجع. ودابا الفاكونس ديالي غادي يتسالى لي في هذه السيمانه صافي، وجاني من الخدمه خصني ضروري نلتحق بالعمل. نلتحق بالعمل ديالي، الا ما التحقتش بالعمل ديالي غادي نضيعه. يعني احنا في حاله لا صراحه يرتلها، لا يرتلها صافي. عينا عينا، ما نصبروا، حتى واحد ما كيسمع لنا، حتى واحد ما هضر علينا. بقينا هنايا بوحدنا، كنشوفوا المعلومات غير في الانترنت، نشوفوا شنو كاين. كنعيطوا للقنصليات، القنصليه المغربيه كتقول لنا المشكل اسبانيا، كنعيطوا للقنصليه الاسبانيه كتقول لنا المشكل المغرب. ودابا اللي مأثر في هذه الوضعيه هما حنايا الجاليه. كنهضر على اكثر من 200 واحد هنايا، وكاينه حالات صعبه جدا، ماشي غير انا زعما خليت بنتي والخدمه، كاينه الناس مرضى، خلاو الاطفال ديالهم، خلاو الاطفال ديالهم الخدمه ديالهم. شحال من واحد ضيع الخدمه ديالو صافي، والله كاينه شحال من واحد ضيع الخدمه ديالو. وكاين الناس حامله غتولد، ما بقى لها والو تولد. كاين نساء حاملات تبقاو هنا، كاين نساء حاملات تبقاو هنايا، وكاينه اللي جات مع امها بقات هنايا. كاينه بزاف ديال الحالات، والحالات زعما ما تصوروش. وهادشي اللي غادي نقول الصراحه، يعني دابا نتوما كطلبوا يوفروا لكم شي طائره ياك اللي تجمعوا كاملين 200 شخص. حنا كنطلبوا، بقيتوا عالقين حاصلين هنا في طنجه باش تلتحقوا بمدريد. حنا كنطلبوا يدير لنا حل كيف ما كيديروا الحل الناس ديال فرنسا، الناس ديال بلجيكا، الناس ديال سويسرا. حنا سمعنا بلي مشاو الطيار وداروا لهم دابا برنامج باش يمشيو في حالهم، وكينقدوهم شويه بشويه. حتى حنا بغينا شي واحد يخرج يهضر يقول لنا شوف الناس تسناو شويه، راه نهار فلان فلاني غنعملوا لكم. حتى واحد ما كيهضر، وحنايا نهار على نهار كنزيدوا. بنتي بقات كتبكي صافي، ما بقاتش كتقاده، وانا كذلك ما بقيتش كنعس، ما بقيتش كناكل، ما صافي يعني عينا. حتى واحد ما كيهضر علينا، حتى واحد ما كيقول لنا فوقاش ولا كيفاش ولا نعملوا لكم الحال ما نعملوا لكمش. انا كنوجه هذا النداء للمسؤولين
يشوفوا من حالنا، رحنا جاليه مغربيه، حنا كنموتوا على بلادنا، كنجيو لبلادنا ما كنمشيوش لبلاد اخرى. حنا في الصيف كنجيو كيقولوا لنا مرحبا بكم، ولكن دابا في هذه الحاله حتى واحد ما شاف من حالنا، حتى واحد ما قالنا شنو عندكم، شنو المشكل اللي عندكم. المشكل كبير وصعيب، حنا عارفين المرض كاينه في اسبانيا، عارفين المرض كاينه، وحنا بغينا نمشيو مع وليداتنا وندوزوا هاد الازمه، هاد الازمه هذه مع عائلتنا ومع وليداتنا وصافي. هادشي اللي يعني الناس اخرين باقي كيعملوا اتصالات ديالو مع السفاره ومع هذا، باقي ما توصلوا شي حل. الناس اللي معاكم حنايا تسجلنا في القنصليه العامه بالرباط، كيصيفطوا لنا واحد الريسي كتعيط لهم كيقول لك تسنى الجواب، تسنى دابا نجاوبوك، تسنى. حنا عارفين المساله، عارفين الوضعيه، عارفين ما عرفت شنو، ولكن لحدنا الان ما عندنا حتى شي جواب من حتى شي واحد، فهمتيني؟ يعني ما الاسبانيه كتقول لك المغرب ديالكم هو اللي سد عليكم، خاصكم تهضروا مع المغرب. اذا شوفوا كذلك مهاجره اخرى حتى هي كتعاني، حتى هي بقات عالقه هنا في طنجه. احكي لنا على الظروف ديالك، كيفاش جيتي لطنجه وبقيتي دابا خصك تلتحق، قلتي الام ديالك مريضه في اسبانيا. انا جيت معاها هي خالتي، جينا نفس النهار شدوا علينا الديوانه مع السبعة العشيه وصافي. انا عندي جنسيه اسبانيوله، كنت قادره نطلع. الحق من طلعت معاها هي ما خلاوهاش تدخل، بقيت انا معاها هنايا. ودابا شدوا على كاملين، اللي عنده جنسيه، اللي ما عندوش، واللي كاملين بينا. يعني انت عندك جنسيه اسبانيه، وجيتي حتى هنايا، حتى بقيتي حاصله مع خالتك. ايه، ودابا خصك تلتحق بالام ديالك. خصني نطلع، كلارو ماما مريضه، عندها شكلها ما تقدرش تخرج للمرض، المهم صعيب عليها وصافي. و اصلا عادك خصك تخدم، انت كتشتغل تما، القرايه ديالك وشي ديالي تما، ودابا هنايا وحلين عملتو تانتوما اتصالات مع القنصليه و هضرنا مع القنصليه كل نهار كنهضرو معاهم مره مره كي تسناو تيشوفو لكم شي حل. ودابا اليوم بدات الخدمه في اسبانيا لتسنين، ياك استأنفوا العمل ديالهم بالشركات. ايه، شي اللي شفنا في الاخبار ديالنا ديال تما. إذا كتوجهوا النداء ديالكم مسؤولين وزارة ديال الجالية بأن يشوفكم حال في أقرب وقت إن شاء الله. إذا شكرا. إذا مشاهدينا كما تتبعتم معنا، إذا هذا نداء من أفراد جالية المقيمة في إسبانيا واللي هما الآن عالقين في طنجة، كيتمناو على أنهم يلتحقوا بالأولاد ديالهم، بالأزواج ديالهم، بالأمهات ديالهم في جائحة كورونا منذ إغلاق الحدود يوم 13 مارس الماضي، ودابا دازت إلى حدود 12 أبريل، يعني مدة شهر. إذا نتمناو على أن النداء ديال الجالية وصل المسؤولين ويعملوا الإجراءات اللي هي تمكن تخفف معاناة هذه الجالية ويلتحقوا بالأسر ديالهم ويستأنفوا العمل ديالهم. هادشي اللي كنتمناو.